طبعا مهندس حاتم الكومي اول من زرع الاسبورينه والالماس الاخضر في مصر، اول من زرع الالماس الاخضر في مصر، وصاحب محل اورجانو ونور الهدى. عايزين نعرف الاول ليه الاسبيرولينا ليه سموه الالماس الاخضر؟ السبايرولينا سموه الالماس الاخضر عشان كتير فوائده للجسم لكل شيء، يعني لانه غني جدا بالبروتينات، غني جدا بالمعادن، غني جدا بالفيتامينز، فعشان هيك سموه الالماس الاخضر. في ناس كتير بتجهله، يعني ما بتعرف شيء عن السبايرولينا. طيب واهميته عشان نوضح للساده المشاهدين اكتر، الاسبيرولينا ممكن بيفيد الجسم بايه والبشره بايه، او نستخدمه ازاي عشان برضو نوضح للبنانيت اللي بيشوفونا دلوقتي والسيدات؟ نعم، هلا هو باودر، هي طحالب، طحالب بحريه طبيعيه 100%. في منها باودر، في منها كبسولات اللي مثلا ما بيتقبلوا ريحتها لانه هي طحالب بحريه، يعني بتعرف الريحه كيف بتكون. يعني لا، هي الريحه ما فيهاش مشكله لو الحاجه دي هتفيدني وريحتها مش حلوه عادي. اكيد انا بالنسبه لي عادي، ما بيتقبلوها، مع انه مثلا لما بتنحط مع الزبادي، مثلا اذا اتاكلت مع الزبادي او انحطت مع الاكل بتقبل ريحتها. في منهم لا بفضلوا كبسولات، بياخذوا مثلا من 3 إلى 5 كبسولات باليوم. تمام، اوكي، بتفيد بالعظم، بتعطي الفيتامينز، وخصوصا اللي عم يعملوا دايت بتعوض لهم كل شيء بيروح من جسمهم، يعني بتعوض الفيتامينز، بتعوض البروتينات اللي بيفقدوها من جسمهم. وخصوصا على الدايت بصير بيوقع الشعر، البشره بتترهل، بتضعف، العظم بنفسه بيتعب، يعني بيضعف. هيدا لا بعزز، بيعطي كل شيء، بيعطي باور، يعني بيعوض كل شيء خسرناه وقت الدايت، يعني وقت الرجيم. جميل، كويس قوي. دكتور سهى، بنات كتير قوي بتبقى عايزه تعمل دايت وعايزه تعرف ايه الاكلات اللي هي مثلا الاورجانيك اللي ممكن هي تستخدمها، او ايه النظام اللي هي ممكن تستخدمه، وبرده في نفس الوقت بتبقى قلقانه ان ممكن زي ما حضرتك ما قلتي بشرتها تبقى فعلا فيها ارهاق، او يبان عليها ان هي خست ويبقى في ترهلات في بشرتها. تعمل ايه او تستخدم ايه بالظبط؟ هلا بتستخدم اشياء للحرق، اهم شيء بالدايت لما بتستخدم اشياء لحرق الدهون لازم كمان رياضه، لازم تعمل رياضه، لازم تاكل اكل صحي، تبعد كتير عن اكل الزيت، الاكل اللي فيه دهون كتير، تبعد عنه. انتوا يعني بتقدموا ايه مثلا في محل اورجانو اللي البنات ممكن مثلا يقدروا ان هم يستخدموه اللي هم بيعملوا نظام غذائي صحي؟ في بمحلات اورجانو، في عندنا اكل مثلا صحي، كل شيء مثلا اورجانيك طبيعي 100%. جميل، مثلا الجنين القمح، مثلا الكينوا بدل او بذور الشيا، هدول بينحطوا مع السلطه، بتعطي الياف، بتعطي شبع، بتحس بشبع، بتصير بتسد الشهيه شوي شوي. بتحطوا برضو على الخبز، يعني في نوع كده في خبز في انواع في الحبوب مشبع. الكامله دي فعلا خبز مشبع فعلا. نعم، اللي هو مثلا البنت او اللي عامل الدايت بياخد شريحه صغيره خالص من الخبز ده بيشبع فعلا، بيشبع، بيشرب معه مي كتير بيشبع. بالفعل بيشبع. جميل. بس لازم كمان، وفي كمان عشبه اسمها الجارسينيا او خلاصه الجارسينيا، هي كمان بتساعد كتير على الحرق، وموجوده كمان بمحلات اورجانو. جميل. في عشبه الاشوغاندا، هي الانتي ستريس، هي عشبه انتي ستريس كمان، يعني بتحد من السكر، ما بتحرق السكر، ما بتخليه يتحول لدهون. جميل، عشان كويس. هيك وبتهدي، وخصوصا اللي بيعملوا دايت بصير بتزيد عصبيتهم شوي. ايوه فعلا، فهذا بيهديهم شوي، وخصوصا للي عندهم الغده الدرقيه كمان. الاشوغاندا كمان بتخفف، بتهدي شوي. جميل، بتحد من الاكتئاب، من حالات الاكتئاب يعني. بشكل عام، يعني انت مثلا بيجي لحضرتك الكلاينت يقول لك انا مثلا انا عايز اخس، فانت بتنصحيه ولا هو بيبقى جاي عايز يشتري حاجه معينه؟ لا هلا هو يعني بيكون عم يشتري شيء معين، وكمان مثلا بيتعرف على اشياء كتير، خصوصا الاعشاب يعني. بتقدموا له مساعدات طبعا. كل شيء طبيعي. تمام، عايزين نتكلم يا دكتور سهى عن تساقط الشعر. طبعا المشكله دي بيعاني منها بنات كتير جدا، ممكن بنسبه 70%. صح، وخصوصا المحجبات. فعلا، خصوصا المحجبات فعلا. صح. ايه هي طيب ليه تساقط الشعر ده، ليه، ايه سببه تساقط الشعر؟ هلا مثلا خصوصا المحجبات، هلا المي فيها تلوث، الشامبو اللي بيستخدموه مثلا فيه مواد كيماويه. لا، لازم يستخدموا ساعتها شامبو بيدلك فروه الراس، وخصوصا اذا كان في سبايرولينا. سبايرولينا هلا بنحكي عنها قديش مهمه للشعر، قديش مهمه للبشره. سبايرولينا موجوده في الشامبو؟
سبايرولينا، فينا نحط سبايرولينا في شامبو بالسبايرولينا. حلو قوي. حتى الكريم الشعر كمان في سبايرولينا. جميل. وحتى في ناس بتاخد السبايرولينا الباودر بتضيفها على الشامبو، بتضيفها على الكريم للشعر. كمان هيدا بيعزز البصيلات، بيغذي البصيلات، يعني بصير الشعر اقوى اقوى واسمك، وبيخفف من تساقط الشعر. كويس. هلا كمان من اسباب تساقط الشعر مثلا، خصوصا البنات المحجبات ما بيتعرض شعرهم للهواء والشمس، لازم فتره يعرضوه، ما لازم يخلوه يزيت كتير، يعني الزيت هو كتره الزيت بتخلي الشعر يتساقط. في كمان بمحل اورجانو كمان في عنا زيوت طبيعيه بتدلك فيها فروه الراس، بنحط من نص ساعه لساعه قبل الحمام، وبعدين بيتحمم، هيدا كمان بنشط البصيلات، بتصير الشعر بينمى اسرع يعني اقوى. جميل. طيب محل اورجانو بيقدم برضو الزيوت دي لجميع انواع الشعر ولا لكل انواع الشعر؟ عشان في بيبقى مثلا شعر بيبقى دهني، صح، ده ما ينفعلوش مثلا حاجه تبقى، ما ينفعلوش زيت يبقى تقيل شويه، مش هينفع. صح. لا، في انواع زيوت للشعر الدهني، انواع شعر للشعر الجاف المتقصف مثلا، للشعر اللي بيهيش، في كل انواع الزيوت. كل المنتجات ناتشرال طبيعي، كلياتها طبيعي 100%. جميل. نعم. كويس قوي. طيب يا دكتور، بالنسبه للكم، يعني مثلا لازم كل شعر بيتساقط منه شعر، يعني مثلا النسبه الطبيعيه في اليوم مثلا ينزل كم شعره؟ هلا شوي يا دوب شوي، يعني مثلا بالتسريح. اهم شيء اذا زاد الشعر مش مزيت ببطل يتساقط، بخف من التساقط. اوكي. جميل. لانه هو الزيت بيصير بينزل خصل من الشعر. هذا غلط، يعني مثلا خصوصا اللي شعره دهني مفروض مثلا يوم بعد يوم مثلا يتغسل الشعر، يعني حتى لو بالشتاء، بالصيف طبعا كل يوم لازم، لانه على العرق وهيك بصير بيقع الشعر، بصير بينزل خصل كبير من الشعر. تستخدم له اي شامبو ولا شامبو بيبقى فيه مثلا الاسبيرولينا؟ شامبو ما يكون فيه كيميكال، ما هي عشان ما يضرش البصيله. نعم، لانه المي هون كمان فيها نسبه كلور عاليه. المي كمان اصلا المي بتبقى ملوثه، فهذا كله بياثر على شعرنا، على بشرتنا، بياثر بشكل كبير. نسبه الكلور اللي بالمي هي اللي بتساعد الشعر يوقع يعني. كمان وطبعا غير بس البرودكت الطبيعي بقى ده اللي يعني بيحافظ شويه نوعا ما. جميل. طيب يا دكتور، البنت مثلا او السيده لو شعرها نزل، ايه اول خطوه ممكن تقدر تعملها؟ اول شيء ممكن هلا مفروض عشان الشعر يضل صحي كل شهر مفروض ينقص 1 سم من الشعر، كل شهر مفروض 1 سم بضل في حيويه بالشعر. تمام. تدليك فروة الراس مظبوط بالأصابع، بالأصابع مش بالضوافر. تدليكها مظبوط لمدة قد إيه؟ يعني بالحمام يعني مدة دقيقة تقريبا، بالشامبو. هي عم تحط الشامبو بيدي حيوية مثلا لفروة الشعر أكتر؟ أكيد بنشط فروة الراس، بساعد البصيلات كمان ترجع تعيش. في بصيلات أوقات بتموت أو بتتسكر المسام، خصوصا لما يكون في زيت بتصير بتتسكر مسام فروة الراس، بتتسكر المسام. هلا لما بتتسكر المسام بتبطل تتنفس، تضعف البصيلة نفسها، بتضعف ساعتها بتموت البصيلة، ما هيدا بصير بيقع الشعر، بطل يطلع بداله. لما بتتدلق يعني خلاص المسام بتتسد والبصيلة بتتقفل، ما بيطلعش الشعر تاني في يعني في بتموت المكان، بتموت بتصير بتخف، يعني بتطلع يا دوب شعرة من البصيلة. فعلا. لما نحن بنرجع بننشطها لبصلة الراس، لفروة الراس، التدليك ده بقى بينشط بينشط الدورة الدموية، بينشط فروة الراس، بصير بيطلع من البصيلة نفسها، بدل ما يطلع شعرة بصير بيطلع شعرتين وثلاثة. خصوصا اذا كان شامبو خالي من المواد الكيماويه يعني. تمام. امتى البنت تلجا للمكملات الغذائيه عشان تحافظ على شعرها وعلى بشرتها؟ تعرف يعني امتى؟ يعني من مرحله سن البلوغ، اول ما تبلش بسن البلوغ، لانه الجسم يعني كله قبل ما يبقى في اي مشكله يا دكتور. هي اول ما البنت تبلغ على طول بتبدا بقى ان هي تلجا للمكملات الغذائيه. نعم. جميل. ليه زي ايه بقى يا دكتور؟ المكملات الغذائيه سبايرولينا، والسبايرولينا حتى جميل. للاطفال كتير حلو مكملات غذائيه، لانه بيعطيها كل شيء فيتامينز محتاجته. اوكي. كل شيء، لانه غني كتير بالاوميجا 3 السبايرولينا، غني كتير بالمعادن، بالمغنيسيوم، غني بكل شيء، فهي جميل. المكملات غذائيه بتساعدها لبعدين، بتحميها من الشيخوخه المبكره للبشره، بتحميها من تساقط الشعر، تحميها من كل شيء، يعني على طول بتلاقيها في نضاره،
في نشاط بجسمك كمان. اه تاخدها بقى الاسبيرولينا اللي هي باودر مثلا في زبادي في سلطة اي اكل. اذا باودر مع القص صباح يعني مع الزبادي او يا اما خلال النهار مثلا مع وجبه الاكل. وهي امنه على الاطفال برضو ان هم يغذوها على كل شيء. نعم تمام. نعم الاسبيرولينا بتفيد البشره والشعر والضوافر زي ما حضرتك ما قلت لنا بكل شيء. جميل. انا شخصيا انا حبيتها. لا بالفعل يعني اللي بيعرف قيمه السبايرولينا عن جد ما بيستغنى عنها.